حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. بغداد وأربيل مرحلة جديدة من الخلاف تتجاوز الأموال وتهدد الاستقرار. قانون العفو العام، ترحيل لرئاسة البرلمان وتعديلات تفضح عديد الثغرات. إذن مشاهدينا، دخلت العلاقة بين بغداد وأربيل مرحلة جديدة من الإشكالات عنوانها سجال البيانات وتغريدات الضد. الأزمة قائمة حتى الساعة، وأسبابها الأساس كركوك مدينة التنوع القديم وصاحبة الصراع المستديم. وثاني هذه المسببات هي مستحقات الإقليم المالية التي بقيت الحجر الأساس في هذا الخلاف، فهي نتيجة التعثر في تطبيق الحقوق لأخذ الواجبات. غير أن هذا الخلاف قد تصل حدوده ومؤثراته السياسية وعلى استمرار الاتفاقات التي أفضت لتشكيل الحكومة حينها، وقد يفتح الباب أمام عودة التوتر في العلاقة. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وفي مستجدات قانون العفو العام الذي وصل لرئاسة البرلمان من اللجنة القانونية وقرب إدراجه ضمن جدول الأعمال، وحتى مع وصوله لهذه المحطة ما يزال عنوان الخلاف سمته الأساس. فالقوى التي تذلل عقبات تمريره تراه مرآة عاكسة لمدى التزام الحكومة بورقة الاتفاق السياسي، وأخرى تعارضه وترى في الكثير من فقراته المعدلة إخراج للقتلة والمجرمين من السجون. وبجميع الأحوال، فإن قبة البرلمان ستكون شاهدا على خلاف عميق أو تسوية سياسية قد تمنح هذا القانون بطاقة العبور وفق تعديلات معينة. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصدنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام في الاستوديو، النائب عن ائتلاف دولة القانون السيد جاسم الموسوي. أهلا بكم سيادة النائب، ضيفا كريما. كل الترحيب، أهلا وسهلا. وأيضا الترحيب بعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور محمد عامر، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من مدينة دهوك. أهلا بكم دكتور محمد. أبدأ معك سيد جاسم، الحزب الديمقراطي يصف ما جرى في كركوك وهذه الأزمة التي حدثت مؤخرا ما زالت مستمرة رغم مساعي كل الأطراف للتهدئة، يصفها بأنها نكث بالعهود السابقة التي وقعت في ائتلاف إدارة الدولة. فعلا ائتلاف إدارة الدولة كان قد وقع اتفاق بمنح كركوك للديمقراطي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، و أرحب بضيفك الكريم، ونتأمل من هذه الحلقة أن نذكر الصورة الحقيقية لمواطننا الكريم، ونحظى برضا أهلنا في نقل واقع هذه المشكلة ومتعلقاتها. اليوم صراحة نحن حريصين في هذه المرحلة على استمرار التوافق السياسي والهدوء السياسي والتضامن من أجل تمرير، من خلال هذا التوافق والهدوء والتفاهم العالي، تمرير القرارات والقوانين وتنفيذ البرنامج الحكومي لخدمة الصالح العام المواطن العراقي. والكل لا يرغب في شرخ أي صراعات أو إثارة العنصرية أو الطائفية أو يعني إذا قوة طرف دون آخر، وخلق يعني فارق واسع بالتوازنات السياسية في أي منطقة، وبالذات هي كركوك، وكذلك مستحقات الإقليم وأي شيء يثير مواطننا سواء كان هو الكردي أو العربي وإحساسه بالغبن. في هذه المرحلة نحاول أن نسير بطريقة أنه لخلق توازنات وإرضاء عام لكل المكونات وكل وجميع أبناء العراقيين. طيب، توازن يعني منح
كركوك إلى حزب الديمقراطية الكردستاني؟ لا لا، ليس ذلك. إن كركوك طبيعتها مدينة عراقية بالأصل، وكل الأحداث دلت على تمسك أبناء كركوك بصورة التعايش التي ضمت طوائف مختلفة من كرد وعرب وتركمان ومسيح، وحريصين على أنه وجود تمثيل حقيقي بين تلك الأطراف بشكل متوازن، ولهم القرار والدليل على ذلك في الأحداث الأخيرة، في حين الحكومة بتسليم مقرات الحزب الديمقراطي ومن ضمنها المقر المتقدم، تدافع أبناء المدينة للتمسك بحقوقهم وفرض يعني حقهم وحقهم في هم من يقررون الاستحقاقات الأمنية في المحافظة، وذهبوا إلى المحكمة وللطرق السلمية من خلال المحكمة الاتحادية، وكسبوا قرارا مهما في يعني إلغاء قرار الحكومة في تسليم المقر المتقدم. دليل على ذلك أنه أبناء كركوك حريصين جدا على عراقيتهم، وكذلك على دفع الأزمات بطريقة سلمية وقانونية، ويعني خلق جو ومناخ من التعايش السلمي في هذه المدينة. أيضا نرحب بدكتور محمد عامر مرة أخرى. أهلا بكم دكتور. كحزب من حقه أن يكون موجود في أي محافظة عراقية باعتباره حزب عراقي رغم قوميته الكردية الطاغية على شكل هذا الحزب، لكن ليش الديمقراطي دائما يربط وجوده السياسي في أي منطقة كانت بوجود عسكري وأمني؟ تحية أيضا، مساء الخير أستاذ بشار، تحية طيبة للسيد النائب جاسم الموسوي. حياك الله. حياك الله. أنا مدرس جامعي لكن مو دكتور. لاحظ كان بشار، يعني أتصور إحنا بالعراق عندنا مشكلتين إنسانيتين ومشكلة سياسية، لكن اللي يوقف وراء جميع هذه المشاكل ويحولها إلى معضلات هي جهة واحدة. حضرتك تفضلت وسألتني عن موضوع الكهف. لاحظ بكل بساطة هناك اتفاق، نحن الأطراف العراقية والأطراف العراقية المشكلة للحكومة العراقية اتفقت على أوراق ثلاثة سياسية. من بعد ذلك هذه الأوراق السياسية تحولت إلى اتفاقية ومررت، بمعنى حصلت على الشرعية البرلمانية من خلال الورقة الوزارية أو المنهاج الوزاري اللي قدمه السيد شياح السوداني للبرلمان العراقي. أثناء التصويت على هذه الورقة حقيقة ليس فقط الأحزاب التي شكلت هذا التحالف الذي تمخض عن الحكومة العراقية، تمخضت منه الحكومة العراقية، ليست فقط هذه الأطراف هي التي صوتت على المنهاج الوزاري بما فيه المادة 13 اللي تنص على عودة الأحزاب إلى مقرها، يعني حتى المعارضة حتى الأخوة المستقلون أيضا صوتوا. الحكومة العراقية لحسن الحظ تريد أن تنفذ هذه الاتفاقية السيد شياح السوداني، لأن الاتفاقية أولا وفق الدستور العراقي حرية الأحزاب والعمل، الاتفاقية السياسية بين الأطراف وفق المنهاج الوزاري، قانون الأحزاب، قانون الانتخابات. صحيح أقول الآن يجب تنفيذها. للأسف هناك جهات توقف بالضبط من رئيس الوزراء، وهذه ليست المرة الأولى. العملية تكررت مع السيد عادل عبد المهدي، العملية تكررت مع السيد الكاظمي فيما يخص اتفاقية سنجار. من هنا يعني بتصوري الحل هو اولا يعني منع الجهات لا يعني لا تخضع للسلطه. لاحظ كان بشار سيد النائب يعني لعده ايام يقطعون الطريق بين اجزاء الوطن، يعني حقيقه هذه ما صايره هؤلاء قطاع الطرق. طبيعي انا لا اتحدث عن التظاهر، من حق التظاهر مدفون لجميع عفوا هناك صوت يرتد لي، انت تكلمني كان بشار واستمر في كلامك. اسمعك سيد محمد، تفضل اكمل. نعم شكرا. بس الكنترول الي ينتبهون للصوت، الله يخليكم يا رب، يا راسي وجعني من الذبذبه الموجوده. اخوان بالكنترول يا ريت تنتبهون اذا الصوت يمكن بخلل. يعني طيب ما يصير نجيب شخص نخليه رئيس وزراء بعدين نهينا
ما نخلي ينقف مشاريعها، نقصف بيوتهم بالدرونات، تجي قوات مسلحة تقف بوجه الجيش العراقي. هذه هي معضلتنا في العراق حقيقة. تفضل. طيب، من جانب آخر أيضا سيد محمد، يعني البعض يشوف أنه أربيل متعمدة بأحداث مشاكل، خصوصا توقيت تنفيذ هذا الاتفاق واستلام مقرات في داخل كركوك. فعلا يعني أربيل عندها أزمات داخلية حاليا في الإقليم، أزمات سياسية وإقليمية أيضا مستحدثة، إضافة للأزمة الاقتصادية. فعلا هناك يعني محاولة من أربيل لحرف الأنظار مثلا عن هذه المشاكل الداخلية، بالمقابل أحداث مشاكل أكبر مع الحكومة المركزية. دكتور بشار، هناك الاتفاقية ثاني نص على يعني فيها توقيتات لمدة 6 أشهر. للأسف الدولة العراقية أو الحكومة العراقية حقيقة تأخرت في التنفيذ بحسب الجدول الزمني، مما أضطر بالسيد مسعود البارزاني في 6/2 يراسل أو يكاتب السيد رئيس الوزراء، خاصة أنه الحكومة المحلية الغير شرعية والغير دستورية في كركوك في هذه الفترة الأخيرة أصبحت تضغط أكثر على المكون الكردي في كركوك، بل ومرات كثيرة يطلب من الجيش التدخل ضد المواطنين الكرد في كركوك. في كل الأحوال يعني لأنه الحكومة تأخرت في تنفيذ بدون الاتفاقية والمشروع الحكومي. السيد مسعود البارزاني في 6/2 كاتب السيد شياح السوداني طلب منه أن ينفذ الوعود أو ينفذ المنهاج الوزاري. هو شكل وزارة الآن، ليش تأخروا بها؟ بالذات هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الحكومة العراقية، وبالأحرى ليس إلى الحكومة العراقية، يعني حقيقة الحكومة العراقية ما أنا كمتابع وحتى كقارئ لتصريحات الديمقراطي الكردستاني، الحكومة العراقية وسيد شياح السوداني أبدا غير متهم لا بالنفاق والتراجع عن التوقيع، حشائر الرجل طبعا بعد اللغة العربية بعض المرات، ها هو غير متهم. هناك جهات تمنعه هو من تنفيذ برامجه الحكومية. من هاي الجهات يا أستاذ محمد؟ من هاي الجهات تقدر تسميها تحددها؟ الإنسان ما يعرف هذه الجهات وين اللي تاخذ بالعراق، ربي يخليكم، يعني ايش رايدين من العراق؟ منو هاي الجهات استاذ محمد؟ انت ما اغلب الاطراف السياسيه موجوده بائتلاف اداره الدوله اللي موجود بها ايضا الديمقراطي الكردستاني. الا تفضل كرر السؤال، شويه مشكله الصوت. سالتك منو هاي الجهات اللي تحاول تعرقل هذه الاتفاقيات وتحاول تأزم العلاقه؟ والله الدكتور بشار، هذه الجهات هي نفس تلك الجهات التي رفضت اوامر السيد هادي العبد المهدي بالابتعاد من حدود العربية السعودية، جهات عسكرية. هي نفس الجهات اللي قتلت المتظاهرين التشرينيين والآن بدم بارد، والآن قتلوا متظاهرين حزن مجرد للتظاهر، يعني ناس طلعت تريد تقول قطاع الطرق سدوا علينا أبواب الرزق، الطريق بين أجزاء الوطن مقطوع، طلعوا مظاهرة وقتلوهم بدم بارد. هؤلاء هم من منحوا السيد الكاظمي بتنفيذ اتفاقية سنجار، بل وقفوا بأسلحتهم أمام الجيش العراقي، يمنعون الجيش العراقي في سنجار وبالتحدي وبأسلحتهم، وهم أيضا من قصفوا دار أو ديار رؤساء أو رئيس وزراء العراقي ورئيس برلمان العراقي، وهم الآن اللي يمنعون السيد شياح السوداني من تنفيذ. خلنا نسمع رأي من سيادة النائب إذا تسمح لي أستاذ محمد. وصلت فكرتك. معينة من الحصائف أو كذا الإعلام يتحدث عنهم، بس بشكل عام جميع الجهات التي تقف بوجه يعني يجيبوا لك رئيس وزراء وبعدين خطيه يتسخرون منه. طيب، واضح. شكرا لك. شكرا لك. ارجع لك سياده النائب، شنو رايك بلغه التصعيد اللي انتهجها الديمقراطي الكردستاني بوقت اشتداد هذه الازمه في كركوك؟ تصريحات من مستشار حكومه اربيل بان
الحكومة وإجراءاتها وعدم التزامها، إضافة إلى قرار المحكمة الاتحادية وصفها بالهزيلة. لغة التصعيد تفيد بهش مرحلة؟ أكيد هناك واقعنا العراقي، التمسنا هناك أعداء العراق صراحة، والأعداء مجهولين، ومع وجود إشارات واتهامات، وحتى من اتهموهم هم يعني هم بذاتهم ضحية هذه العداءات. لذلك تلاحظ هناك شوب إعلامي ظلل الحقيقة يعني، وعمل باتجاه دفع العنصرية وسوء الفهم بين القوى السياسية، مع وجود تفاهم عالي ولقاءات وحوارات، وهذه الحوارات شفافة جدا مع قوى الإطار حاليا وائتلاف الدولة وإخواننا الكرد. واليوم لما حدثت مشكلة أنه بعض الأخوة ممثلين الحزب الديمقراطي أو ممثلين كردستان نقلوا هموم أبناء كردستان في تأخر رواتبهم، اجتمع مجلس النواب وأخذ قرار ب يعني عقد جلسة خاصة للجنة المالية بوجود ممثل عن كردستان عن وزارة المالية، ووزارة المالية تحقق لأجل أنه الذهاب بحقيقة هل هناك قصد في عدم إيصالك الحقوق. وبالنتيجة مع وجود حقائق واضحة لربما نقلت بطريقة غير صحيحة للمواطن الكردي، وذلك كذلك للقوى السياسية، هناك تعامل جدا شفاف، وعلينا أن نتقصى من تلك الحقائق ونعكسها بما يعانيه أبنائنا وأخواننا الكرد في إيصال مستحقات الموازنة. اليوم نفس الشيء طيب. أبن الجنوب محافظاتنا يمكن كركوك، إضافة إلى هذه المشكلة المالية ما بين كردستان وحكومة المركز امتدت وتشابكت، لكن تتفق مع ما ذهب إليه أستاذ محمد بوجود جهات تسعى لعرقلة السلم الموجود، السلم السياسي والمجتمعي والتوافق السياسي؟ أعتقد هذه الجهات ليست في الحضور في ائتلاف إدارة الدولة، ولا ربما تكون هذه الجهات هم ما سميناهم أعداء العراق، وأكيد ليس ضمن الوجود السياسي اللي حاليا يحاول يسعى إلى خلق مناخ سياسي مستقر من أجل أنه تنفيذ برنامج الحكومي. أكيد هذا الشيء موجود، ولكن مع وجود هذا الأمر لأن إرادة العراقيين والقوى السياسية تفوق هذه الأشياء، وأكيد بالنتيجة لا يصح إلا صحيح، سوف يمضي البرنامج الحكومي مع تأخر. أنا عبرت عنه سير برنامج الحكومي مثل الزلحفات يعني قاعد، وفعلا يعكس أنه ذهاب ثمرة هذه الأسس اللي خليناها بالبرنامج الحكومي هي قوية كفيلة بتغيير الواقع العراقي. هذا التأخير فعلا فقد اللذة وجعلنا في خانة الاتهام والتقصير تجاه تنفيذ البرنامج الحكومي. طيب، ائتلاف إدارة الدولة سويت لجنة لتقصي الحقائق تذهب إلى كركوك، لجنة قيادية، وأيضا مجلس النواب سيرسل لجنة الأمن والدفاع لتقصي أحداث كركوك، لكن هاي اللجان راح تقدر تلقى معالجات وتضمن عدم تكرار الأحداث الدامية اللي شهدتها كركوك قبل أيام؟ أكيد عندما نعالج أسباب المشكلة الحقيقية، وهناك يعني أكيد هناك سعي حقيقي لائتلاف إدارة الدولة في معالجة هذه المشاكل، ومن ضمنها إعداد يعني إعادة التوازنات السياسية في المنطقة وكذلك الأمنية. هذا مهم جدا في خلق نوع من الاستقرار في كركوك، إضافة إلى أنه موضوع تقصي الحقائق في إيصال إيرادات ومستحقات الإقليم، كذلك التزامات الإقليم تجاه الحكومة علينا أن نفعلها من خلال ممثل عن وزارة المالية لكردستان، وكذلك ممثل وزارة المالية العراقية وزير المالية العراقي. أكيد سنصل إلى أنه كشف أين الخلل يكون، ولربما هناك خلل موجود هو ليس مقصود من الحكومة، وإنما بتطبيق البرنامج كذلك بالجانب الكردي. هناك عندنا معلومات انه حقوق كردستان وصلت بنسبه اكثر من تريليون ونص، وكذلك المستحقات التي هي على الكردستان اخواننا على ايفائها وملتزمين فيها تصل نسبه مجملا الى 50%. تلاحظ انه طبيعه الموازنه تطلق من فقرات الموازنه، عندما تاتي ايرادات من النفط او غيره او واردات الاقليم هي بعد وصول هذه الموازنة الإرادة. قانون الموازنه سيادتنا بنص بشكل صريح على تسليم واردات الواردات مقابل استلام المستحقات من اقليم كردستان.
طيب هذا الموضوع، شنو اللي عرقل؟ ليش ما تسلمون مستحقات الإقليم وهذه حقوق ورواتب موظفين وعندهم عوائل؟ حسب علمي اليوم من خلال حديث دار بيننا وبين اللجنة المالية، وأنه كانت اللجنة المالية متابعة، سواء هي تعرف تمثل كل الأطياف، أنه وصل قسم من الأموال مع وجود المستحقات اللي على الإقليم تصل إلى 50% مستحقات الإقليم، يعني وصل إلى هذه الحد. ثلاثة أنا حسب علمي أكثر من 3 مليار وشيء دولار هو مطلوب مستحقات على نفطية على الإقليم، مستحقات المنافذ غيرها، تصل الرقم يمكن يصل إلى يتجاوز 7 مليار أو 7 تريليون. هذا الرقم يشكل تقريب قرابة 50%، إضافة لأنه الحكومة يعني قامت بتسديد جزء من هذا. هذه الأموال تكفي جد كافيه جدا لانه الاقليم يعطي رواتب الموظفين وسير الامور هناك في اقليم كردستان لهذه الفتره الوجيزيه. طيب بالنسبه للملف المالي والاقتصادي والخلاف المالي ما بين بغداد واربيل، استاذ محمد، هذه الاموال المستحقات اللي يطالب بها الاقليم جزء من عندها كما ذكر سياده النائب 50% يمكن هي مدفوعه مسبقا الى الاقليم، ليش ما يدفع من عندها رواتب الموظفين والأموال الباقية يتم التفاهم عليها فيما بعد؟ نعم أكاد بشار، أول شيء أنا حقيقة ما سميته حضرتك لغة التسقيط من قبل الحكومة أقليم كردستان أو الديمقراطية الكردستانية عبارة أبدا غير صحيحة. من يراجع نص بيان المكتب السياسي اللي صدر يوم 7 رقم الخميس المنصرم، رغم انه كان هناك ناس ضحايا قتلوا مباشره برصاص وبدم بارد في الجبين وفي الصدور، كان بيان يدعو الى التهدئه، يذكر الساده العراقيين بالموقف العالمي، الظروف العالميه الصعبه، الظروف الاقليميه. لهذا غير جائز ان تتهم او تطلق هذه التهمه. نعم. لكن تصريح من مستشار حكومة الإقليم أعتقد قبل البيان اللي ذكرته أو بعده كان بيان شديد وتصريح شديد اللهجة أستاذ محمد إذا تسمعني، جدا بسيط، كان تصريح مستشار رئيس إقليم كردستان أو مستشار رئاسة الحكومة، تصريح شديد اللهجة، وصف المحكمة الاتحادية بالهزيلة أستاذ محمد. تاك بشار أخوي، النقاض قضاة العراق هو اللي يقول، من يقول القضاء في العراق مستقل فهو يردد شعارات حزب البعث العربي الاشتراكي. يا أخوي أعرف سادة من الإطار، سادة محترمون، تعرف هؤلاء المحترمون يقرون بأنهم يضغطون على المحاكم. هسه هذه كلها تاركها، وبعدين احنا متفقين هذه المحكمة الغير دستورية نشرع لنا محكمة دستورية، هذه موجودة بالاتفاقيات اللي اتفقنا احنا والاطراف الشيعية والاطراف السنية واللي مررت بالبرلمان العراقي على شكل المشروع الوزاري. هسه جايبين لي مرجعين لي مرتلوا في اسطوانة المحكمة الاتحادية الغير دستورية، تفضل حط لي المادة الخاصة ثمانية، والله نسيت رقم المادة، احد الاخوه اذا يتفضل يشوف الفقره 90 باء على ما اعتقد. طيب استاذ محمد اذا تسمح لي، اذا كانت المحكمه الاتحاديه غير دستوريه ليش الحزب الديمقراطي يلجا لها؟ استاذ محمد اذا تسمح لي، ليش الديمقراطي وكل الاحزاب الكرديه وغير الكرديه تلجا للمحكمه الاتحاديه رغم انه تشوفوها غير دستوريه؟ لا لا لا، يعني هذه المحكمة غير دستورية، وقاضي قضاة العراق هو اللي يقول القضاء في العراق وحدة وحرية واشتراكية. زين؟ واكو أطراف أخرى أيضاً، هذه المحكمة لم تتشكل وفق الدستور العراقي. هسا حطيتوا واحد قاضي كردي، لو كل القضاة مسوينهم أكراد، هذا ما يغير من الواقع شيء، يعني من فضلكم راجعوا شوفوا الدستور العراقي وآلية تشكيل المحكمة الاتحادية. هذه ما عدا الصراعات اللي حصلت بين هذا الموضوع كان بشار، عندي تفاصيل حقيقة. المهم يعني إذا تريد نغير الموضوع وأحكي لك عن المحكمة الاتحادية الليلة اللي شكلوها، الصراعات اللي بين القضاة، كيف صارت قاضي، كيف 2 قاضي فقط يعينون محكمة اتحادية بدولة. لا لا ما نحكي بالمحكمة الاتحادية، مو موضوعنا، أنتم قلتوا وجهة نظركم أكثر من عجز الأخوة بالكنترول، الله يخليكم دعتكم الصوت خفضوه، أكو صوت يرتد لي سبب لي صداع. طيب
خليني ارجع لك سياده النائب مره اخرى. بس تعتقد الموضوع البالي حقيقه تعتقد سياده النائب ان ازمه كركوك ممكن ان تنحل اذا انحل الخلاف حاليا المالي ما بين بغداد واربيل؟ يعني اعتقد انه ازمه كركوك يعني لا ليس لها علاقه بالموضوع المستحقات التي يطالب بها السياسه. دائما تربطون مواضيع متضادة ومختلفة. ليست كانت كما يفهم البعض أنه ورقة ضغط سياسي على أخواننا في الحزب الديمقراطي أو ممثلي كردستان لضغط عليهم لإبداء بعض التنازلات، إنما يجري فعلا في البرنامج الحكومي ينفذ بشكل طبيعي، وليس وجود هناك أي ضغوط موجودة حقيقية على حكومة الإقليم من خلال أموال وصول رقم الأموال إلى مستحقات الحكومة المركزية إلى 50% التي قدمت للحكومات الإقليم، أنه الأمور تسير بشكل طبيعي. ولكن هناك من يحاول أن يستغل هذه الأمور ويجيرها للرأي العام أنهم ورقة ضغط على الإقليم أو محاولة أنه أبدأ تنازلات تجاه كركوك. كركوك ما يحدث فيها اليوم، نحن ملتزمين جميعا كقوة سياسية أن نحافظ على طبيعة كركوك. بس أربيل تشوف أنه أنتم ملتزمين بتنفيذ هذه الاتفاقات؟ تلاحظ أنه هناك مطالب لإخواننا الحزب الديمقراطي أنه عودهم إلى موعد ما قبل 2017 في وجودهم السياسي ونفوذهم، يحاولون أنه يرجعون إلى نفس النفوذ اللي موجود في كركوك. والحقيقة هناك تنافس سياسي قوي، ويعني حقق نوع من التوازن اللي هو شكل طبيعي، لا تفوق لأي جهة على أخرى. هناك أهل كركوك يشعرون أنه وجود هذا التمثيل بهذه التوازنات أنه أعطى الحرية للكل وأعطى طعم لكركوك أنه عراقية وصفة بها للتعايش السلمي واضحة جدا دون استعلاء وكفة في جهة من ناحية أنه على حصولها على تمثيل أمني يتفوق على الأخرى أو امتيازات إدارية تتفوق على الأخرى. هناك توافق على هذه الإدارة وهذا شكلها الموجود اليوم. طيب سيد جاسم، أرجو أن تبقى معنا إلى الملف الآخر، وشكرا جزيلا لعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد محمد عامر، كان معنا ضيفا كريما عبر سكايب من دهوكا. شكرا لك سيد محمد. إذن مشاهدينا ننتقل سوية وسيادة النائب إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. قانون العفو العام، ترحيل لرئاسة البرلمان وتعديلات تفضح عديد الثغرات. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب مرة ثانية بضيفنا الكريم النائب عن ائتلاف دولة القانون السيد جاسم موسى. حياك الله سيادة النائب. وأيضا الترحيب بالباحث السياسي السيد هشام رافت، ينضم لنا مباشرة بالصوت والصورة من بغداد. أهلا بكم سيد هشام. أرجع لك سيادة النائب، قانون العفو العام أو نسخته أعيدت لمجلس النواب، لكن شنو أبرز التعديلات اللي أجراها مجلس الوزراء قبل أن يعيد إلى مجلس النواب؟ واللجنة القانونية بحسب اطلاعكم شنو عدلت على هذه النسخة المرسلة من مجلس الوزراء؟ في الحقيقة هو وصل حديثا هذا القانون للجنة القانونية مجلس النواب، وهو اليوم في اللجنة القانونية لمناقشة وتنقية ذلك القانون. طبعا القانون لما أرسل يحتاج إلى تعديلات نيابية، وأكيد سوف يطرح في الجلسة الأولى القراءة الأولى. نحن مع قانون العفو العام أولا لكونه يخدم مصلحة أبنائنا العراقيين وشريحة واسعة ومجموعة من الناس اللي هي لربما الكثير من الأطراف ترى أنه يعني استهانة بالدم العراقي اللي مع وجود ضوابط. هذه الضوابط أنه لا يشمل المرتكبين جرائم فساد أو بدماء جرائم في حق الدماء العراقية وكذلك الجرائم الكبيرة، يعني هذه ضوابط أكيدة في هذا القانون.
ولكن مع فائدة كبيرة، لربما احنا بعضهم هناك مؤشرات وجود فقط هذا القانون سوف يذهب الى المناطق التي حدث فيها مشاكل إرهابية او عمليات إرهاب. اليوم احنا في يعني في مناطق كذلك في جنوب العراق حدثت إشكالات كثيرة، تجارة المخدرات جرفت كثير من العوائل والأبرياء، وفي هذا المجال وآلاف العوائل حاليا تعاني من الموقفين في السجون، كذلك الشجارات والنزاعات العشائرية وكثير من الأمور. يمكن أنه هذا يعني كل المحافظات كل الطوائف بالعراق وتلاحظ هناك رأي عام، ونحن كممثلين عن الشعب نتلقى دعوات ورسائل يعني تطالبنا بإقرار العفو العام في كل محافظات العراق. لكن أكثر المطالبين والمصرين على هذا القانون هم المحافظات الغربية والشمالية، ورحب بك مرة أخرى سيد هشام. ليش هذا الإصرار الكبير على هذا القانون الذي وضع كورقة أساس بالتفاوضات قبل تشكيل الحكومة؟ ماخذين جارنتي من ائتلاف إدارة الدولة وكل القوى السياسية بتمرير هذا القانون سيد هشام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولضيفك الكريم وإلى المتابعين الكرام. يعني فيما يتعلق بموضوع العفو العام، احنا هو فقط انه لفظ عفو عام، ولكن بصراحة وفي الحقيقة هو ليس عفو عام. عندما نتلفظ بلفظ عفو عام بما معناه انه العفو عن جميع المتهمين والمجرمين. هذا العفو هو استثنت من عنده فقرات، والفقرات واضحة، اللي من كان مشتركين متلطخ أيديهم بدماء العراقيين لا يشملون بالعفو، من الفاسدين المختلسين أموال الدولة هذه ما شملت، إضافة إلى هناك يعني فقرات أخرى لا تشمل بالعفو. إنه العفو فقط كان لمن لديه قضايا جنائية، من كان لهم تنازل، من حصل على تنازل من ذوي المجنى عليهم، وأيضا فيما يتعلق بالدعاوى الأخرى التي تمت أحكام بها. إذن أنتم سيد هشام أفهم أنه مع إيجاد ضوابط واستثناءات؟ نعم، هناك بالفعل هناك ورقة اتفاق بين جميع الكتل السياسية المتمثلة بإدارة ائتلاف الدولة. على أنه هذا من ضمن الشروط في تشكيل الحكومة، وبالتالي يعني أنا منا يعني أطمن أهالي حاليا المعتقلين والمحكومين الذين تشملهم فقرات العفو، العفو سوف يقر شاء من شاء وأبى من أبى. العفو موضوع محسوم، الآن وصل إلى القانونية مجلس النواب، والعفو سيقر مهما كانت الأمور ومهما كانت الظروف ومهما كانت الضغوطات. لكن هذا الاستقتال على تصويت أو إقرار هذا القانون ممكن اعتبارا جانب آخر كما يرى بعض المراقبين أنه سيستثمر كدعاية انتخابية باعتبار الانتخابات قريبة؟ نعم، خلينا هنا نكون واقعين. احنا اليوم أغلب العالقين في السجون هم من أبناء المكون السني، لما حدث من أحداث في المناطق السنية. للأسف يعني احنا نتحدث بهذه العبارات وبهذا التسميات، ولكن هو أصبح واقع حال مفروض انه المخبر السري، يعني عد ما نلاحظ انه في مؤتمر القمة عام 2010 اعتقل آلاف، كانت إجراءات بحجة الإجراءات الاحترازية. يعني أنه من آثار أيضا تم اعتقال عدد كبير والحكم عليهم سبب القائمين على التحقيق. نحن لا نتوجه بالظلم أو نتوجه بالانتقاد إلى القضاء. القضاء عندما يصدر قرار
حكم يعتمد على الأوراق التحقيقية، وبالتالي هنا يكون المفصل القائم بالتحقيق. طيب سيادة النائب، كان عندكم لقاء رئيس ونواب كتلة دولة القانون النيابية مع السيد الحلبوسي ونواب السيادة، لكن هاي زيارة ومجمل المشهد بمجلس النواب ترونه مؤاتي لإدخال هذا القانون على جدول العمل في مجلس النواب؟ نعم، كثير من يتصور انه للرأي العام انه هو هدية لإخواننا في تقدم ومكافأة لهم ضمن الاتفاق السياسي، ولكن لاحظ احنا اليوم فقط تقدم وإخواننا في المنطقة والسيادة، لكن هو الحقيقة أنت تلاحظ اليوم أنا من محافظة جنوبية، محافظة ميسان. نعم. ومحافظة ميسان من ضمن اللي هو يمكن أكثر من 70,000 موقوف، يمكن سجين يعني موقوف في السجون، محافظة ميسان تصدر هذه الأرقام بسبب ما جرت فيه المشاكل اللي بالسجون اللي هم من ميسان، بعض هذه المحافظات نزاعات عشائرية قضايا جنائية وغيرها بسبب الفوضى الأمنية، فوضى يعني الفوضى اللي هي صارت يعني حدثت في كل العراق، لم تستثنى أي منطقة. هذه الفوضى وضعف تطبيق القانون وضعف في تطبيق العمليات الأمنية في هذه المحافظات أدت إلى ارتفاع الجرائم والمحكومين، وهي كل محافظات العراق اليوم. يعني محافظاتكم راح تستفاد. نعم طبعا. هذا القانون أكثر أنا في محافظتي تصلني يعني مئات المناشدات من عوائلنا إنه بعض العوائل تأدت في سبب وجود من هو يعيل هذه العائلة في السجن، وعكست على الواقع الاجتماعي، وارقامهم هي مخيفه انه في ذمه القضاء هي حاليا انا فقط اللي هم لم يلقي القبض عليهم في احصائيه اكثر من 10,000، يعني هذا رقم مخيف غير اللي هم نصفهم ودعوا في السجن، يعني ارقام مخيفه جدا وتتطلب العمليه اعاده نظر في تلك الامور، وهذه الارقام هي في حد ذاتها تضر في الوضع الاقتصادي للبلد، ويمكن اذا اريد نبني مجتمع ونطلع إلى عراق جديد يجب أن نشرك أنه هؤلاء في هذا التقدم والتحسن الأمني اللي جاي يحصل، حتى نعطي فرصة لأبناء العراقيين أنه يشاركوا في بناء البلد، ونحاول أن نحد من الجريمة ويكونون عبرة ودرس واضح لأبنائنا في المجتمع، حتى أنه هناك فرصة وأمل للتمسك بالحياة والذهاب عن وابتعاد عن الممارسات الغير قانونية والتزام ب، واعتبرنا في هذه المرحلة دولة قانون ومؤسسات دولة علينا أن نلتزم. نعم. نعم. طيب سيد هشام، بسبب المآسي التي جرت على بعض المحافظات، يمكن على كل العراق لكن خصوصا المحافظات السنية الغربية والشمالية، ديالى، صلاح الدين، الأنبار وغيرها، وبسبب المخبر السري كان هناك عدد كبير من المظلومين في السجون كما يؤكدون يعني سياسيين من هذه المحافظات، لكن إعادة محاكمة مو لازم تصير لهؤلاء المظلومين إن كان بهم مظلومين فعلا، يجب أن تكون لهم إعادة محاكمة مو عفو عام. العفو العام مو راح يثبت التهمة على هؤلاء حتى لو تم إخراجهم. أستاذي العزيز، أنا في بالأساس أنا عملي محامي. نعم. وعلى التماس مباشر مع هذه القضايا، ويعني بأدق التفاصيل. هنا يعني احنا عندما يجي المتهم من يجي الى قاضي التحقيق هو يجي يمشي بطريقه يعني وتشوفه بوضع صحي غير مناسب او مضغوط عليه بطريقه اخرى، فمثل اقواله واعترافاته حسب ما يطلب من عنده القائم بالتحقيق، فهو مجرد يجي يبصم يم القاضي، وتشوف انه البعض يهددوه اذا انت انكرت يم القاضي. نعم. راح ترجع على نفس الموضوع وراح ترجع على نفس التعذيب ونفس التعليق وهذه الوسائل، فراح يخضع الى الامر الواقع. وش يقولوا له؟ يقول لهم تم صار. هذه هنا عاد راح تكون اكو بيهم الى حد الان منذ سنوات. نعم. منذ سنوات والى حد الان اثار التعذيب موجوده ولم يتم عرضهم على اللجان الطبيه. طيب اذا طلع بالعفو العام مو حقوقه راح تروح؟ طبعا هنا احنا يجب ان تكون اعاده محاكمه، وليس يعني هنا هذه فالجزئيه مو عفو عام.
اسمح لي أستاذي العزيز، هذه مسألة قانونية. نعم. ليس إعادة محاكمة فقط، بل إعادة التحقيق. إعادة التحقيق أولا ومن ثم إعادة المحاكمة. إعادة المحاكمة ماذا ستعني إذا كان التحقيق مكتمل والإفادات هي مترتبة على ما أراد المحقق؟ طويل وعريض يمكن سيد هشام، لهذا الممثلين المكونين يمكن اختصروا الموضوع، قال حتى نروح إلى إخراجهم بعفو عام وينتهي هذا. هسه احنا يعني احنا خلي نوصل إلى أسوأ الأحوال، يعني انه على قولتهم نطلع بأقل الخسائر. نعم. خلي يطلع بعفو، خلي يطلع بعفو، ولكن هو طيب. ما شمل العفو؟ العفو شمل من؟ شمل من؟ العفو هسه انت من تجي على جزئياته، العفو ما شمل واحد متهم بقتل، ما شمل واحد متهم بالتفجير، فقط راح يكون عن من كان لديه انتماء. ارجع لك لهي النقطه يعني وهذه الاعداد اعداد بسيطه اللي راح تشوفها انه اللي ارجع لك الى هذه، هي بها تفاصيل لازم يتم الاتفاق عليها يمكن، لكن سيادتنا اكو اتفاق مسبق يعني سياسي قبل فتره طويله على تمرير قانون العفو العام بين كل القوى السياسيه، لكن راح يتم الالتزام بهذا الاتفاق من قبل كل اطراف ائتلاف اداره الدوله، والموضوع راح يترك ب الحلبة الأساس اللي هي قبة البرلمان. نعم، هو أكيد يترك لي يعني وجهات النظر ووجهات الخلاف في هذا القانون. أكيد هناك ستحدث خلافات على بعض الفقرات، وهي بالتحديد أنه مدى يكون القانون ضامن لعدم شمول مرتكبين عمليات فساد بأموال الدولة وعمليات إجرامية بحق دماء عراقيين، مدى تكون هذه الضابطة وهذه القوانين. أكيد إذا كانت هناك فقرات ملزمة لهذه الفقرتين سوف يمرر قانون العفو العام بطريقة توافقية بين وسيشهد قبول من مجلس النواب وجميع ويحظى بالتصويت بالأخير ومروره بنجاح. إذا ما أنه قدمت اللجنة المالية، وهناك حرصنا شديد أنه تقدم اللجنة المالية قبل أن يقرأ القانون على انه ضمان انه عدم شمول هذه الاشخاص اللي هم مرتكبين هذه الجرائم، وضمان شمول اللي هم يمكن انه تحقيق كانما فقره السماح ولجرائم خفيفه جنائيه او غيرها. الاطار تحديدا راح يعني بمجال يسمح بفقره او ثغره لاخراج ارهابي؟ لا، اكيد هناك يعني التزامات اخلاقيه لدينا، التزامات وطنية. لمن ارتكب جرائم كبيرة بحق دماء العراقيين سوف نقف عند هذه الفقرات، وأكيد هناك تفاهم عالي في تحقيق هذه المسألة سواء كان من كل الإطار والقوى السياسية الأخرى. أكيد هناك تفاهم عالي وتأكيد على هذه الفقرات، وإلا القانون لن يمر إذا لم نؤكد هذه البنود التي تضمن خروج القانون بمنفعة العامة. طيب سيد هشام، أكو كتل سياسية رافضة لهذا القانون جملة وتفصيل، ترى أنه هدر لدماء العراقيين، استهانة بدماء شهداء. أكو بالمقابل كتل ممكن تقبل بالتعديلات، لكن الكتل السنية إلى أي درجة ترى أن القانون يلبي طلباتها وفق التعديلات التي ممكن أن تطرأ على هذا القانون؟ من يشمل أو من ينشمل بهذا العفو، ومن ما راح ينشمل من المحكومين؟ أستاذ العزيز، احنا يعني انا قلت لك بداية ونهاية العفو يمرر والعفو ينفذ، قانون العفو ينفذ مهما كانت الضغوطات، مهما كانت الآراء. ولكن هنا السؤال، يعني اليوم هل الكتل السنية اليوم هم عندهم اتفاق أو النية لإطلاق سراح ناس مجرمين؟ لا، بالعكس، إحنا ما نريدهم، إحنا ما نريد نشوفهم أبدا. أي شخص مجرم حقيقي إحنا ما نريد نشوفه باعتبار قانوني سيد هشام حاليا جدل، ولكن أنت كقانوني يمكن هذا الموضوع باختصاصك، إذا تسمح لي بس أكو جدل حاليا تعريف الإرهابي. الظلم أصبح موضوع كثرة هذا الظلم والضغط اللي صار على هذه المناطق،
اليوم يقول لك حتى اذا يريد يطلع المجرم خليه يطلع بس يطلعون الابرياء. يعني هذه لكل فعل ردة فعل. حتى يطلع البريء، يطلع المظلوم والإرهابي يبقى بالسجن. البريء يجب أن تكون هناك. شلون يعني ممكن حل الجدل بقضية تعريف الإرهابي؟ شنو الصعوبات اللي تعترض وضع صيغة واضحة لتوضيح وتعريف ما هو الإرهابي حتى تعرف بالسياسية والبرلمانية أنه هذا يطلع أو ما يطلع؟ يفترض أن تكون هذا يعتبر إرهابي حقيقي متى ما كانت الشهادات عيانية. نعم. على ارتكاب الجرم، وإلا أنا اليوم أعداد 9000 محكومين بالإعدام، هم يعني المحكمة استندت على اعترافه والقانون المحكمة أنه الاعتراف سيد الأدلة. هو إحنا ما يدرون شلون اعترف، ما يدرون شلون إجا وهذا بصم واعترف. انت تدز الاجابات الامنيه، تفاتح المفاتحات الامنيه للمنطقه مالته، تجيك الاجابات انه موقفه سليم. طيب اذا امن وطني ومخابرات واستخبارات وشرطه محليه الكل ترفع موقف سليم، ولكن هو اعترف. يعني شوفوا هنا التناقض، فهي راحت ناس هواي ضحيه هذا الموضوع، ولكن أنه يجب أن يكون نظرة واسعة لهذا الموضوع، لأنه هذه قضية مو سهلة وراح تزهق بها أرواح. واضح سيادة بأحكام قاسية جدا هشام اللي هي تتراوح من 15 للمؤدب أقل لغيق الوقت. وشكرا لكم. يعني هذا موضوع أبدا مو سهل. سيد هشام رأفت، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك ولحضورك، وشكرا جزيلا أيضا للنائب عن ائتلاف دولة القانون سيد جاسم موسوي، كنت ضيفا كريما. شكرا لكم سيادة النائب، وشكر موصول لكم. مشاهدينا إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.